على هذه الصورة بدت أجواء أول أيام شهر رمضان المبارك في قطاع غزة، شوارع مزينة وأسواق عامرة بالبضائع الرمضانية والمنتجات الاستهلاكية، ولكن للصورة بعد آخر. فالجميع هنا يتجول في الأسواق ليشعر بأجواء رمضان الاستثنائية، فالمشترون قلة أو من هم من أصحاب الدخل الوفير والمرتفع. ما قبل رمضان بعشرة أيام كمان ما كناش حاسين أنه في أجواء رمضان، يعني اليوم أنت عندك رمضان أنت حاس حالك ماشي بسوق عادي بأي يوم عادي. الأسعار مناسبة جدا بس غالية كتير لأنه الناس ما عادش تشتري، أما هو بطبيعي مناسب السعر، لكن اللي معوش مش قادر يشتري كل إشي غالي. حديث الغزيون في أول أيام رمضان لم يكن عن لهيب الصيف الغير معتاد في صيامهم، ففي جعبتهم الكثير من ألوان المعاناة والأزمات هذه المرة، خلافا عن كل عام فأزمة قطاع الرواتب والكهرباء تتصدرني المشهد، فالأخيرة لا تصل إليهم إلا ثلاث ساعات، عدا عن الأوضاع المعيشية والاقتصادية الصعبة. وضع صعب جدا عندنا، رغم ذلك احنا شعب بحب الحياة، يعني نستقبل شهر رمضان شهر الخير والبركة، رغم انه الظروف صعبة كتير عندنا، يعني خصوصا بعد اخر فترة لما انقطعوا الرواتب على الموظفين. احنا في الاسواق السوق ضعف جدا، يعني تقدر يعني تقول 70% ضعف، بس رغم ذلك بدنا نعيش، يعني بنحاول نجهز امورنا ونرتب امورنا لرمضان، وبضل شهر الخير والبركة بنتأمل من الله الرزق. أزمات غزة القائمة لها ما لها من تأثير على المواطن خلال الشهر المبارك، ولكن النفحات الرمضانية والأجواء الروحانية والإيمانية لهذا الشهر الكريم تخفف عن كاهل المواطن الغزي، والذي تجمعه علاقات أسرية واجتماعية يتميز عن غيره بها. إذن وحده شهر رمضان، يقول الغزيون، يستطيع أن يدخل غزة كل عام في ميعاده دون تأخير، برغم الحصار والمعابر المغلقة والتي لم تبقي على أحد إلا وعطلت مروره. إنها السخرية سلوى الفلسطينيين من واقعهم البائس. ويبقى أمل أهل قطاع غزة في هذا الشهر الكريم أن يصوموا عن الأزمات السياسية والاقتصادية والاجتماعية التي يعيشونها منذ سنوات، كما صاموا عن الطعام والشراب. سيف السويطي، أورينت نيوز، غزة.